بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 50. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، من تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. تقدم الكلام على الآية الأولى إلى قوله تعالى: لعلكم تتقون. وأما قوله تعالى أياما معدودات، فهذا بيان للصيام الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. كتب عليكم الصيام ثم قال أياما معدودات، أي هذا الصيام في أيام معدودات، وهذا من باب التخفيف على العباد، أن الله جعل الصيام أياما معدودات ولم يجعله دائما ولم يجعله كل السنة، مع أنه لو شاء سبحانه لجعل الصيام دائما في كل الوقت، ولكنه سبحانه رحيم بعباده، يريد لهم اليسر ولا يريد بهم العسر. فهذا الصيام إنما هو في أيام فقط وليس شهورا ولا سنين، أياما معدودات يعدها الإنسان لقلتها، وهي أيام خفيفة لا تشق على المسلم. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الأيام المعدودات ما هي. قال بعضهم إنها ثلاثة أيام، وكان هذا في أول الإسلام، كان في أول الإسلام الصيام ثلاثة أيام من أجل أن يتدرج العباد على الصيام ويعتادوه، لأن العبادات الشاقة تشرع بالتدريج ولا تشرع مرة واحدة. شرع الله أول الأمر ثلاثة أيام من السنة، أياما معدودات، فلما اعتاد الناس على الصيام نقلهم إلى صيام شهر كامل، وذلك في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فيكون قوله تعالى شهر رمضان ناسخا لقوله أياما معدودات، لأن الله نقل العباد من صيام ثلاثة أيام إلى صيام
شهر كامل، واستقر الأمر على ذلك. وقيل إن المراد بالأيام المعدودات هي نفس شهر رمضان، شهر رمضان أيام معدودات، ويكون قوله تعالى شهر رمضان بيانا لقوله تعالى أياما معدودات. أياما معدودات. ثم ذكر تسهيلا آخر للصيام، فقال سبحانه فمن شهد منكم الشهر، فقال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. سهل الله لأصحاب الأعذار في أنهم يفطرون ويصومون ما أفطروه من أيام أخر قضاء. من كان منكم مريضا، فالمرض عذر في ترك الصيام. إذا كان المرض يشق معه الصيام فإن الله رخص للمريض الذي يشق عليه الصيام في أن يفطر وأن يقضي من أيام أخر إذا شفاه الله عز وجل، سواء كان الصيام يؤخر عليه برء المرض أو كان الصيام يضاعف عليه المرض. إذا صام يزيد عليه المرض، أو كان بحاجة إلى العلاج من هذا المرض ولا يمكنه العلاج إلا بالفطر، فإنه يفطر في هذه الأحوال إذا كان الصيام يزيد في مرضه، أو كان الصيام يؤخر عليه البرء من المرض، أو كان يحتاج إلى علاج ولا يمكنه العلاج إلا بالفطر، فإنه يفطر بشرط أن يقضي ما أفطره من أيام أخرى. أما المرض اليسير المعتاد الذي لا يشق معه الصيام فليس عذرا في ترك الصيام، مثل الصداع اليسير، وجع الضرس، غير ذلك من الأمراض اليسيرة، مثل الزكام، الأمراض اليسيرة التي لا يشق معها الصيام، فهذه ليست عذرا في ترك الصيام. هذا المرض أو على سفر، هذا العذر الثاني، أو على سفر، يعني إذا دخل شهر رمضان والإنسان في سفر، أو كان السفر طارئا عليه في أثناء الشهر، يعني صائم ثم سافر، أو أنه من الأصل مسافر، فهذا يعذر في الفطر نظرا لمشقة الصيام على المسافر، لأن السفر كما هو معلوم يشق على الإنسان، فلا يجتمع مشقة السفر ومشقة الصيام، فالله رخص للمسافر أن يفطر. فالعلة في الإفطار هي المشقة في الأصل،
ولكن الرخصة عامة، الرخصة عامة للمسافر الذي عليه مشقة والمسافر الذي ليس عليه مشقة، الرخصة عامة لأن الله قال أو على سفر، فأطلق سبحانه وتعالى في السفر سواء كان فيه مشقة أو لم يكن فيه مشقة، فللمسافر أن يفطر. وأن يقضي الأيام التي أفطرها من أيام أخرى. والسفر معروف هو ما يحتاج إلى الزاد والمزاد، ويتأهب له بوهبة السفر. بعض العلماء حدده بالمسافة فقال السفر مسيرة يومين للراحلة، هذا هو الذي يبيح الإفطار. وقال بعضهم 3 أيام، قال بعضهم يوم وليلة، وبعضهم قال مطلق السفر، كل ما يسمى سفرا في عرف الناس ويتأهبون له بأهبة السفر فإنه يسمى سفرا. فالمسافر يفطر، هذا أفضل له، أفضل له أنه يفطر حتى ولو لم يكن عليه مشقة، أخذا بالرخصة، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما يكره أن تؤتى معصيته. فالأفضل للمسافر أن يفطر، والأفضل للمريض أن يفطر. وإن صام المريض أو صام المسافر أجزأه صيامه، ولكن ترك الأفضل والأحب إلى الله عز وجل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار وأخبر أن بعض الصحابة كانوا صائمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر، قال أولئك العصاة، يعني الذين تركوا الرخصة وصاموا صاروا عصاة في صومهم لأنهم تركوا الرخصة وأرهقوا أنفسهم. ولما كان المفطرون هم الذين يخدمون رفقتهم، والصائمون قد ناموا من أجل الصيام، قال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر، ذهب المفطرون بالأجر. فدل هذا على أن الأفضل للمسافر أن يفطر، وإن صام فصومه صحيح ومجزي عند الجمهور، وإلا فبعض العلماء يرى أنه لا يصح منه الصوم كأهل الظاهر كابن حزم وغيره، يرون أن المسافر إذا صام لا يصح صيامه. ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا صام أجزأه، لأن بعض الصحابة صاموا وهم مسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالإعادة. قوله فعدة من أيام أخر، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الكلام فيه تقدير
فيه تقدير، فمن كان منكم مريضا أو على سفر يعني فأفطر، فيه تقدير فأفطر، فعدة من أيام أخر. وأما إذا لم يفطر فليس عليه عدة من أيام أخر لأنه صام من أيام أخر. وأطلق سبحانه وتعالى أيام القضاء فدل على أن القضاء موسع، أن القضاء موسع وقته، وكلما بادر المسلم فصام ما أفطره في السفر أو المرض كلما بادر فهو أحسن، وله أن يؤخر، ولكن لا يأتي عليه رمضان الآخر إلا وقد صام ما عليه إذا كان يقدر على الصيام. لا يجوز له أن يؤخر القضاء حتى يأتي عليه رمضان آخر وهو يستطيع القضاء، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي عليه قضاء من رمضان ينبغي له ويستحب له أن يبادر بالقضاء، وله أن يؤخره إلى أن لا يبقى على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه، فيجب عليه حينئذ القضاء. أما إن كان معه عذر واستمر معه العذر فإن التوسعة في حقه أكثر، فله أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان وليس عليه شيء غير القضاء. أما إن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني من غير عذر فعليه أمران: الأمر الأول القضاء، والثاني إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير، فعدة من أيام أخر. ونكتفي بهذا القدر إلى الدرس الآتي إن شاء الله، لنكمل الكلام على هذه الآية الكريمة، ونستمع الآن إلى الأسئلة والإجابة عليها. بسم الله الرحيم. هو لا يقرأ الأسئلة ما يقرأها واحد دائم، يقرأها واحد يوم وواحد يوم. بارك الله فيك شيخ. أنت يوم وهذا يوم، خلاص؟ نعم. أو أنت درس وهذا درس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، أما بعد، فهذه أسئلة وجهت إلى شيخنا الفاضل سباحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل إذا صلى المرء وقرأ بالفاتحة ولم يبدأ بالبسملة فهل صلاته باطلة؟ وجزاكم الله خيرا. إيش يقول؟ هل إذا صلى المرء وقرأ بالفاتحة ولم يبدأ بالبسملة فهل صلاته باطلة؟ هذا على خلاف بين أهل العلم في البسملة، هل هي من الفاتحة أو ليست منها. الجمهور على أن البسملة ليست من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة. البسملة ليست من الفاتحة ولا غيرها من السور، بل هي آية مستقلة أنزلها الله للفصل بين السور ما عدا براءة والأنفال، إلا أنها بعض آية في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي في سورة النمل بعض آية.
أما في غير سورة النمل فهي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها، وبناء على ذلك فلا يضر تركها لأنها ليست من الفاتحة، يكون الإتيان بها مستحبا، استحب الإتيان بالبسملة قبل الفاتحة، ولو تركها فصلاته صحيحة لأنه لم يترك شيئا من الفاتحة. بارك الله فيكم. ومن العلماء من يرى أن البسملة من الفاتحة، أنها من الفاتحة، وبناء على ذلك ولو تركها فإنها لا تصح صلاته، كما هو مذهب الشافعي رحمه الله أنها من الفاتحة فلو تركها لم تصح صلاته لأنه ترك آية من الفاتحة. والصحيح القول الأول أنها ليست من الفاتحة. نعم. بسم الله. أعمل سائقا في شركة وعملي هذا يقتضي أن أكون مسافرا دائما، فهل أقصر من الصلاة دائما؟ المسافر الذي سفره دائم هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون له وقت يرتاح فيه من السنة، يقيم بعض الوقت، يقيم بعض الوقت مثلا له إجازة يستريح فيها، أو له مدة يجلس فيها ويستريح من السفر، فهذا نعم يفطر ويقصر الصلاة لأنه مسافر وهو أولى بالرخصة من الذي سفره بعض الأحيان، ويقضي في الفترة التي يرتاح ويقيم فيها من السنة. هذا المسافر متكرر السفر الذي له إقامة في بعض السنة. القسم الثاني من ليس له ارتياح أبدا، دائما في سفر وليس له فترة يرتاح فيها أو يقيم فيها، فهذا يصوم ويتم الصلاة لأنه ليس له فترة يقيم فيها من السنة، بل كل ودهره مثل الملاح، يقولون ملاح السفينة الذي ليس له إقامة في بلد ولا ينوي الإقامة في بلد وإنما بلده سفينته، فهذا يصوم ويتم الصلاة. نعم. هذا سائل يقول: أتينا للعمرة وأديناها منذ أسبوع، فهل علينا طواف وداع عند المغادرة؟ الصحيح أن العمرة ليس لها وداع، وإنما طواف الوداع خاص بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الحجاج بطواف الوداع، فقال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، هذا في الحج، بينما لم يقل للمعتمرين بأن يطوفوا طواف الوداع، فقد كان يعتمر صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يعتمرون، ولا ورد أنه أمر المعتمرين بأن يطوفوا للوداع، فيكون طواف الوداع خاصا بالحج. لكن من طاف بعد العمرة للوداع فهذا فيه خير، زيادة أجر، لكنه ليس بواجب. نعم. ما حكم الأكل عند شخص يعمل في بنك الربوي علما أنه من ذوي القربى؟ إن كان عنده ما واردات من طرق أخرى من الحلال فهذا يؤكل من طعامه، إذا كان عنده شيء من الحرام أو من المشتبه ولكن عنده مال آخر من الطيب والمباح فهذا يؤكل من طعامه، لأنه لم يتعين أن هذا الطعام من الكسب المحرم،
أما الإنسان الذي كل كسبه محرم وليس عنده شيء من الحلال فهذا لا يؤكل طعامه. نعم. هذا سائل يقول: هل صحيح هذه العبارة إن هناك خلل في التربية ما سلم منها حتى أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا من فلتات اللسان، هذا الكلام من فلتات اللسان ومن سوء الأدب، فلا يعمم الحكم على الأمة ولا سيما على الصحابة رضي الله عنهم فيقال فيهم إنهم لم يسلموا من سوء التربية، هذا كلام فاسد وتعميم باطل ولا يجوز الكلام بمثل هذا. نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز حلق اللحية وذلك لتجديد جواز السفر لأداء مناسك الحج أو العمرة؟ لا يجوز حلق اللحية لأنه معصية، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام اللحى وتوفيرها وإعفائها وإرسالها، وكان صلى الله عليه وسلم ذا لحية عظيمة، فلا يجوز حلق اللحية. وحتى لو أجبرك أحد على ذلك فلا تطعه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز بيع الفرنك الفرنسي بالدينار الجزائري؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يجوز بيع العملات بعضها ببعض، وهذا يسمى بالصرف، بيع العملات والنقود بعضها ببعض، هذا يسميه العلماء بالصرف. ولكن إذا كانت العملات من جنس واحد، عملات لدولة واحدة، هذه جنس واحد لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها التأجيل. أما إذا كانت العملات مختلفة من دول مختلفة، فرنسي بالجزائري بمصري بكذا، فلا بأس بالتفاضل بينها، لكن لا بد من التقابض، لا بد من التقابض في المجلس. نعم. ما حكم السبحة للعاجز وهل هي من السنة؟ السبحة هذه الصلاة، لكن السبحة هذه الخرج الذي يعد به الذكر والتسبيح. إذا كان الإنسان يقصد بها العد فقط ولا يعتقد فيها فضيلة فلا بأس بها، وتسبيحه بالأصابع أفضل، كونه يعد التسبيحات بالأصابع، أصابع اليدين، هذا أفضل. وإذا عدها بالسبحة فلا بأس، أو بالحصى فلا بأس بذلك. أما إن اعتقد أن السبحة فيها فضيلة فهذا غير صحيح، وليس في السبحة فضل، وإنما هي من المباحات فقط وليس لها فضيلة ولا سنية. نعم. وهذا سائل يقول: شخص طاف وسعى وقبل أن يحلق شعره غطى رأسه ناسيا، فما حكم عمرته؟ عمرته صحيحة، وإذا غطى رأسه ناسيا فليس عليه شيء، لكن بشرط إذا ذكر أن يزيل الغطاء، إذا ذكر أو نبه على ذلك أن يبادر بإزالة الغطاء، وعمرته صحيحة، قوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. ما حكم الكحل في رمضان؟ لا بأس به، ولكن تأجيله إلى الليل أفضل، وقت الاكتحال يكون في الليل في رمضان أفضل، خروجا من الخلاف ومن الشبهة. نعم.
هل الحديث الذي جاء فيه أن هناك باب في الجنة يسمى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون يدخل في ذلك صيام الفريضة فقط؟ نعم، جاء في الحديث الصحيح أن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. الجنة لها أبواب، الجنة لها أبواب 8 أبواب، قوله صلى الله عليه وسلم دعي من أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، فدل على أن الجنة لها أبواب 8. والله جل وعلا يقول حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، الجنة لها أبواب، هذا في القرآن، وكونها 8 هذا في السنة، في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأبواب كل باب منها مخصص لعمل، باب الصدقة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الجهاد، كل باب مخصوص بأعمال من الأعمال الصالحة، ومنها باب الريان هذا مخصص للصائمين. نعم، المخالفون يعني معصية مخالفة، ليست معصية محرمة وإنما هي معصية مخالفة خلاف الأولى والأفضل. نعم، ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك الزجر، تسمية هذا معصية من باب الزجر، وليس معناه أن ذلك محرم وإنما هو خلاف الأولى والأفضل. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أشهد الله على محبتك فيه. من فضيلتكم تبيين حكم الأناشيد وجزاكم الله خيرا. الأناشيد ما للمسلم فيها شغل، الأناشيد للأطفال والبزران، ما هي لطلبة العلم والعقل من الرجال، إنما هي من باب اللهو، من باب اللهو، فهي للأطفال ومن في حكمهم. وأما طلبة العلم وأما الرجال العقلاء فيترفعون عنها ويشتغلون بذكر الله سبحانه وتعالى وبتلاوة القرآن. ولأن الأناشيد تجري على استماع الأغاني، إذا استمر الاستماع إلى الأناشيد جره ذلك إلى استماع الأغاني المحرمة. ولأن الأناشيد يكون في بعضها استصحاب للدف وآلات اللهو، فيبتعد المسلم عنها ولا يحتفل بها. نعم. فضيلة الشيخ، أي الأشياء أفضل، النظر ساعة الصلاة إلى الكعبة أو النظر محل السجود؟ المصلي لا ينظر إلى الكعبة ولا إلى غيرها، وإنما ينظر إلى موضع سجوده، لأن ذلك أخشع له ويستريح من المشوشات. إذا نظر إلى الكعبة أو نظر إلى المارة شغله ذلك عن صلاته. أما إذا قصر نظره على موضع سجوده فإن ذلك أجمع لفكره وأبعد له عن المشوشات. نعم. فضيلة الشيخ، هل ركعتي الإحرام واجبة أم مستحبة؟ ليس للإحرام صلاة خاصة على الصحيح، من قولي العلماء ليس للإحرام صلاة خاصة، ولكن إذا وافق الإحرام صلاة فريضة فإنه يجعل الإحرام بعد الفريضة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم بعد ما صلى الظهر. فإذا وافق وقت إحرامه صلاة فريضة فالأفضل
أن يؤجله إلى ما بعد صلاة الفريضة. أما إذا كان في وقت غير وقت الفريضة فإنه ليس عليه صلاة، بل يحرم بدون صلاة، وإن صلى فلا بأس بذلك زيادة خير، وإذا لم يصلي فليس عليه حرج وإحرامه صحيح. نعم. شيخنا حفظكم الله تعالى، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب؟ واضح أن هذا فيه النهي عن كون الإنسان يسافر وحده، لأنه يتعرض لأخطار، يتعرض لمرض، يتعرض لأعداء، يتعرض لعطال السيارة أو عطال الدابة التي يحمل عليها، ربما يتعرض للهلاك إذا صار وحده، تعرض لسباع، لوحوش، هو على خطر، السفر فيه خطر، فلا يسافر الإنسان وحده لأن هذا من الإلقاء إلى التهلك. والراكبان شيطانان، لأنهم لو تنازع الاثنان واقتتلا وتضاربا ما أحد يخلصهم، ربما يقتل أحدهما الآخر أو يضره. والثلاثة ركب، الثلاثة وأكثر من ثلاثة هذا ركب، لو حصل بينهم شجارة واختلاف فيه من يخلصهم ومن يحول بينهم وبين الضرر، فهذا فيه استحباب أن يسافر الإنسان مع جماعة، ولا يسافر وحده ولا يسافر مع واحد آخر فقط. نعم. هذا سائل يقول: نرجو أن تبينوا لنا كيفية صلاة الاستسقاء حفظكم الله. ما بقي إلا قليل إن شاء الله، وتحضرها وتعرفها. نعم. فضيلة الشيخ، هل حضور الدروس على المعتكف يؤثر من أجر اعتكافه؟ نعم. هل حضور الدروس على المعتكف يؤثر من أجر اعتكافه؟ لا، حضور الدروس في المسجد اللي هو معتكف فيه هذا يزيده خيرا، إذا كان المسجد الذي أنت معتكف فيه فيه دروس تحضرها، هذا زيادة خير، طلب للعلم والذكر الله عز وجل والمشاركة في حلق الذكر، في قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما إذا كان الدرس في مسجد آخر فهذا لا تخرج من المسجد الذي اعتكفت فيه إلى مسجد آخر من أجل الدرس، بل تبقى في المسجد الذي أنت معتكف فيه، لأن الخروج يقطع الاعتكاف. نعم. هذه امرأة تسأل: جاءت تؤدي عمرة ونزل عليها دم لمدة 12 يوما وأحرمت في أبيار علي وهي عليها دم وجاءت إلى مكة، هل تؤدي العمرة بعد طهرها على هذا الإحرام؟ نعم، إذا أحرمت المرأة وهي حائض إحرامها صحيح، أو أحرمت وهي طاهر ثم جاءها الحيض بعدما أحرمت فكذلك إحرامها صحيح، الحيض لا يؤثر على الإحرام، فتبقى في إحرامها وتلتزم بترك محظورات الإحرام إلى أن ينقطع دمها وتغتسل من الحيض، ثم تؤدي مناسك العمرة، تطوف وتسعى وتقصر من رأسها. نعم. ولا تحرم مرة ثانية لأنها محرمة من الميقات، إحرامها صحيح وهي حائض. نعم. فضيلة الشيخ، هل الدم ينقذ الوضوء؟ نعم. هل الدم ينقذ الوضوء؟ الدم
نعم. هل الدم ينقض الوضوء؟ الدم، نعم، الدم إذا خرج دم كثير فعند بعض العلماء أنه ينقض الوضوء. إذا خرج دم كثير فإنه عند بعض العلماء ينقض الوضوء، لأنه خارج النجس من البدن، فهو مثل البول والغائط، خارج من البدن نجس ينقض الوضوء. والقول الثاني عند بعض العلماء الآخرين أنه لا ينقض الوضوء، وهذا هو الراجح، هو الراجح أنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة كانت تصيبهم الجراح في المغازي ويخرج منهم الدم الكثير ولا يتوضعون بل يصلون. وعمر رضي الله عنه لما طعن في صلاة الفجر نزف منه دم كثير وأدى الصلاة رضي الله عنه في وضوئه. نعم. خان الفاضل، ما موقفنا من الصحابة رضي الله عنهم وما موقفنا ممن ينتقصهم؟ عقيدة المسلمين محبة الصحابة رضي الله عنهم واحترامهم وتوقيرهم والاقتداء بهم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم أفضل القرون وخير الأمة. فقد أثنى الله عليهم في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صفة الصحابة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. والذي يسب الصحابة هذا إما أنه كافر بالله عز وجل ويبغض الصحابة لكفره وشركه، وإما أنه منافق والعياذ بالله، يدعي الإيمان وهو كافر في الباطن. فلا يسب الصحابة إلا كافر أو منافق، والمنافق شر من الكافر، المنافق شر من الكافر. قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نعم. شيخنا الفاضل، هذا سائل يقول: أنا متزوج بامرأة وأخت زوجتي وضعت لي السم مرتان أو أكثر. نعم. زوجة أخته. نعم. أعيد السؤال. نعم. أنا متزوج بامرأة وأخت زوجتي وضعت لي السم مرتان أو أكثر، فهل أصل رحمي بها أو أقطعها؟ وهي ابنة عمي وإني أخاف منها ومن عائلتها. هذا ما هو صحيح أن تضع السم لك، ربما أن هذا توهم منك، أنت متوهم، أو أن أحد من النمامين قال لك ذلك ليوقع العداوة بينكما، فلا تستمع إلى الوشايات ولا إلى الظنون، لا تستمع إلى الظنون والوشايات، عليك بالتثبت، عليك بالتثبت. فإذا ثبت لديك يقينا أنها فعلت ذلك فعليك بالابتعاد منها والحذر منها، عليك بالحذر منها والابتعاد عنها، إلا إذا تابت
إلى الله عز وجل. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز أداء مناسك العمرة لشخص متوفى علما بأني قد أديت مناسك العمرة؟ نعم، العمرة عن الميت والحج عن الميت هذا فيه خير كثير، فإذا كنت قد اعتمرت لنفسك فلا بأس أن تأتي بعمرة عن غيرك من أقاربك أو من إخوانك المسلمين. نعم. شيخنا الفاضل، ما مدى صحة حديث نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا فلا نشبع؟ هذا مشهور على الألسنة ولا أعرف له أصلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو مشهور على الألسنة يحتاج إلى تثبت وإلى بحث عن أصله. نعم. ما حكم الحجامة في نهار رمضان؟ حرام، تفطر الصائم. بالحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. فالحجامة تفطر الصائم، ومثلها سحب الدم المعروف الآن للتبرع به أو لإسعاف مريض، هذا مثل الحجامة، يبطل الصيام لأنه يخرج القوة التي في بدن الصائم، فلا يجتمع عليه ضعف خروج الدم والصيام. نعم. شاب متزوج وأرادت زوجته أن تتصور صورا فوتوغرافية مع زوجها في ليلة زفافها للذكرى كما هو الحال الآن في أكثر الأماكن، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه حرام شديد التحريم، لأن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يجعل له بكل صورة صورها في الدنيا نفس يعذب بها في جهنم. لا يجوز التصوير لا للزوجين ولا لغيرهم ولا ليلة الزواج ولا غير، إنما يباح التصوير للضرورة إذا دعت إليه الضرورة، كالتصوير للبطاقة ورخصة القيادة وجواز السفر، هذه ضرورة. الله جل وعلا يقول: إلا ما اضطررتم إليه، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هذه ضرورة، يباح التصوير بقدرها، وما زاد فإنه حرام. فلا يجوز التصوير للذكريات ولا لمناسبة الزواج ولا غير ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم. رجل نزع شعارات من بدنه بعد الإحرام جاهلا منه، فهل عليه شيء؟ وهل العمرة صحيحة؟ إذا كان جاهلا فليس عليه شيء، إذا نزع شعارات من بدنه بعد الإحرام ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. امرأة اعتمرت ولكنها تطيبت قبل أن تقصر، فما الحكم يا فضيلة الشيخ؟ نعم. ولكنها امرأة اعتمرت ولكنها تطيبت قبل أن تقصر، فما تقصر. الحكم تقصر. نعم. فما الحكم؟ هذا محظور، يحرم على المحرم أن يتطيب إلا أن يتحلل من إحرامه، فالمحرم يحرم عليه الطيب بعد الإحرام، فهذه فعلته إن كانت متعمدة عليها الفدية، وإن كانت ناسية أو جاهلة فليس عليها شيء، ولكن
المحرم إذا نسي أو كان جاهلا وتطيب ثم عرف خطأه وعرف أن ذلك محرم عليه، فعليه أن يبادر بغسل الطيب، عليه أن يبادر بغسل الطيب من يده أو ثوبه. نعم. هل الأعمال في مكة تضاعف مثل ما تضاعف الصلاة؟ هو الظاهر نعم إن شاء الله، الحسنات تضاعف في مكة كما تضاعف الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، متى يعتبر صيام الصبي، وهل له حد معين ليبدأ صومه؟ الصبي يعتبر صيامه إذا صحت منه الصلاة، وهو المميز، إذا بلغ 7 سنين إنه يصح منه الصيام والصلاة والعبادات، تكون نافلة له. أما إذا كان دون التمييز ليس فلا يصح منه شيء، لأنه ليس له عقل ولا إرادة ولا نية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لا يكون إلا من المميز والكبير، هو الذي يعقل النية. نعم. شيخنا الفاضل، ما معنى قوله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا؟ هذا في أصحاب الكهف، يا أصحاب الكهف الذين ذكر الله قصتهم في سورة الكهف، أن الله ألقى عليهم النوم سنينا طويلة حتى طالت شعورهم وأظافيرهم، ولو رآهم الإنسان لأصابه الرعب من منظرهم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، لأنهم طالت شعورهم وطالت أظافيرهم، تغيرت خلقتهم بسبب طول المدة وهم نيام. نعم. أن أؤمن عند دعاء الإمام في آخر خطبة الجمعة؟ نعم، إذا دعا الإمام في الخطبة فإن المأمومين يؤمنون على دعائه، لأن ذلك من أسباب القبول. نعم. شيخنا الفاضل، ما معنى قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ يعني المتمتع الذي جمع بين عمرة وحج في سنة واحدة عليه الفدية، فدية التمتع، إلا إذا كان من حاضر المسجد الحرام، يعني يكون من أهل مكة. أهل مكة إذا تمتعوا ليس عليهم فدية، أما غيرهم من الآفاقيين إذا تمتعوا عليهم الفدية، فدية التمتع والقران. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم كف الثوب في الصلاة، أمكروه أم حرام؟ مكروه كف الثوب والشعر في الصلاة، لا يشتغل الإنسان بثيابه وبشعوره، شعر رأسه وشعر لحيته، لأن هذه حركات تقلل من الخشوع. نعم. ما مفهوم قوله تعالى وأن تصوموا خيرا لكم؟ نعم، هذا في أول الأمر لما كان مخيرا، هذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، أنهم كانوا في أول الإسلام مخيرين بين الصوم أو الإطعام، ذلك من باب التدريج بتشريع الصيام، فيخير، كان في أول الإسلام يخير بين الصيام وبين الإطعام، ولكن الصيام أفضل، وأن تصوموا خير لكم، ثم بعد ذلك نسخ التخيير وأوجب الصيام. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز لنا أن نأخذ من هذه النعالات التي تؤخذ ويرمى بها في القمامة؟ لا يجوز لك أن تأخذ منها شيئا، لأن هذه لقطة مكة، لا يجوز أخذ اللقطة في مكة إلا لمن ينادي عليها حتى يجد صاحبها. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الكفار الذين يموتون ولم تصلهم دعوة الإسلام
أو لم يسمعوا بها وجزاكم الله خيرا. هذا نادر، هذا نادر إن أحد على وجه الأرض لم تبلغه دعوة الإسلام بعد الجهاد وبعد وسائل الإعلام الآن التي تبث القرآن، تبث الدعوة إلى الإسلام في أرجاء المعمورة، هذا نادر. لكن لو قدر إن أحد ما سمع شيء عن الإسلام ولا درى عن الإسلام ومات على ذلك، هذا من أصحاب الفترة، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، والدي يجبرني أن أعمل 4 عمر متتاليات، فما الحكم؟ نعم. 4 عمرات أو 4 عمر. لا ينبغي، لا ينبغي تكرار العمرة في وقت متقارب، بل يكون بين العمرتين فاصل زمني بحيث يكون له شعر في رأسه، يكون بين العمرتين فاصل زمني ينبت معه شعر الرأس من أجل إقامة النسك الذي هو الحلق أو التقصير. نعم. هذا سائل يقول: أحرمت من جدة وأنا لست من أهلها، فما حكم العمرة علما بأني لم أتعمد ذلك؟ هذا في تفصيل. إن كان مقيما في جدة، يشتغل في جدة ومقيم في جدة ونوى العمرة من جدة، فميقاته جدة، يحرم من المكان الذي نوى منه العمرة. أما إذا كان قادما من بلده يريد العمرة فإنه يحرم من ميقات بلده ولا يؤخر الإحرام إلى جدة. فإذا مر بالميقات المحدد لبلده جوا أو برا أو حاذاه فإنه يحرم منه ولا يذهب إلى جدة ثم يحرم منها ويتجاوز الميقات. نعم. شيخنا الفاضل، هل تجوز الصلاة في مسجد يقوم الإمام بدعاء عقب الصلاة؟ نعم تجوز الصلاة، وهذا الدعاء بعد الصلاة إذا كان يرفع صوته أو دعاء جماعي بعد الصلاة هذا بدعة، هذا بدعة، لكنه لا يمنع من صحة الصلاة خلفه، لا يمنع من صحة الصلاة ما دام ما عنده شرك بالله عز وجل، وإنما عنده شيء من الابتداع الذي لا يصل إلى حد الشرك والكفر تصح الصلاة خلفه، لكن مع نصيحته، مع نصيحته والبيان له إن هذا غير مشروع وإنما الدعاء يكون في غير هذا الوقت. نعم. فضيلة الشيخ، لماذا يخرج الرجل من دائرة أهل السنة والجماعة؟ نعم. لماذا يخرج الرجل من دائرة أهل السنة والجماعة؟ إذا خالفهم، يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة إذا خالف أهل السنة والجماعة، أي مخالفة في العقيدة أو في العمل، إذا ابتدع صار مبتدعا أو كان يعتقد عقيدة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة فإنه لا يكون منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فالذي يخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس من أهل السنة والجماعة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ وهل مرور النساء أمام الرجال في الحرم لا يقطع صلاتهم؟ المرور في الحرم ضرورة، المرور في الحرم ضرورة، لا بأس بالمرور ولو مر من قدام المصلي أو المرأة أو الرجل، لأن هذا من باب الضرورة لشدة الزحام. الله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج،
نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل أو تقرب من المسجد؟ المرأة الحائض لا تدخل المسجد، أما أنها تقرب منه تكون عند الباب خارج المسجد فلا بأس بذلك، إنما الممنوع جلوسها في المسجد. كذلك لا مانع أن الحائض تدخل المسجد لأخذ حاجة وتخرج، الممنوع جلوسها فقط، أما أنها تمر مع المسجد أو تأخذ حاجة من المسجد وتخرج فلا حرج عليها بذلك. نعم. هذا سائل يقول: هل التقصير له مقدار معين من الشعر أم أخذ شيء منه يجزئ؟ تقصير يكون للمرأة قدر أنملة من رؤوس الشعر، قدر أنملة الأصبع، هذا للمرأة. أما الرجل فكونه يحلق أفضل، وإذا قصر بأن قص من الشعر من جميع شعر رأسه من جميع الجوانب فهذا مجزي وليس له حد، ليس له حد محدود. يمكن يقص المكاين اليوم بالدرجات، درجة واحد صفر واحد اثنين ثلاثة، لا مانع من ذلك. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز الصلاة وراء إمام مدخن؟ تصح الصلاة خلفه إذا لم يجد غيره، إذا لم يجد غيره يصلي ولا يترك الجماعة، وإن وجد إماما أحسن فإنه يصلي خلفه. نعم. هذا سائل يقول: هل ساحة المسجد تأخذ حكم المسجد؟ نعم، كل ما كان داخل سور المسجد، كل ما كان داخل سور المسجد فإنه من المسجد، وما كان خارج السور وخارج الأبواب هذا ليس من المسجد. نعم. شيخنا الفاضل، هذا سائل يقول: هل صحيح أن النظر إلى الكعبة عبادة؟ لا أعرف شيئا من ذلك، لا أعرف شيء إن النظر إلى الكعبة يكون عبادة. الطواف بالكعبة هو العبادة، الصلاة إلى الكعبة هذا عبادة. نعم. وهذا سائل يقول: إذا أراد أحد الطواف حول الكعبة غير طواف العمرة فطاف 4 أو 5 أشواط فهل يجزئ طوافه هذا؟ لا، ما يجزي طواف 7 أشواط سواء كان فريضة